داعش تم عندنا 4 سنين، فبعد ما قام يقتل بالعالم رقم هذا نزحت من العراق، فهنا تميت 9 سنين بالأدلب قرب سهل الروج منطقة الغفر. أنا عندي 4 أولاد، وأنا وزوجتي 6 نفرات، فأحيانا جاي نشتغل بالزيتون، شغلت 40-50 ليرة ما توفي، وإحنا عائلة كبيرة، والله حاليا هسه بالتنور، يعني عم نخبز ونبيع للعالم يعني، والله أهل سوريا يعني أخوة، والله أخوة، يعني صارت 9 سنين ساكن عندهم هنا، يعني ما حد تعرض لي لحد الآن. يعني اروح ارجع المحلات اروح اجي الحمد لله ما حد تعرض لي باي مكان. كل 15 يوم كل 10 ايام عم يجي يقصف الطيران، يجي يقصف بالمخيم بالمدن احيانا بالقرى، وين اروح؟ يعني ما ظل، هاي آخر مرحلة هنا وأنا أروح.